صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير والسعادة على ناس وأهل بلدنا. صباح الخير على أهلنا الصامدين في قطاع غزة وكل أرجاء فلسطين. من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومصر بتخوض معارك دبلوماسية على نطاق واسع، معارك اترجمت لانتزاع مواقف دولية للتصدي لتصفية القضية الفلسطينية، انتزاع تأييد عالمي واسع من دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة، ويمكن أكبر انتزاع تحقق لحد دلوقتي هو دخول شاحنات الوقود بالأمس إلى القطاع لإنقاذ وتشغيل المستشفيات وأجهزتها الطبية. المعارك الدبلوماسية اللي خاضتها مصر أيضا اترجمت لتحول كبير في مواقف بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية، وده اللي عكس الاعتراف بنفوذ مصر الإقليمي ودورها المؤثر في الساحة الدولية وكمان العالمية لصالح دعم القضية الفلسطينية وحقوقها. وبالتالي احنا شايفين ازاي مصر نجحت في فرض كلمتها وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. الحقيقة مصر بذلت جهود سياسية وإنسانية قوية جدا لحقن دماء إخواتنا في غزة، وصلت رسالتها وصوتها للمجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار. كمان الدبلوماسية المصرية قامت بدور كبير على أكثر من مستوى، سواء من خلال مؤسسة الرئاسة أو المؤسسات الرسمية للدولة اللي لعبت دور أساسي وريادي في توجيه أنظار المجتمع الدولي للعنف اللي بتمارسه إسرائيل يوميا ضد الشعب الفلسطيني. الدبلوماسية المصرية مستمرة في دورها وبتتحرك على عدة محاور، سواء كان محور الدولي أو الإقليمي أو حتى الإنساني اللي ما نسيتوش أبدا، علشان تقدر تخفف المعاناة عن إخواتنا في فلسطين توصل لوقف إطلاق نار دائم والشروع في حل سياسي يكفل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. احنا مستمرين معاكم في تغطيتنا لما يحدث في قطاع غزة. أهلنا الصامدين اللي موجودين هناك بنصبح على حضراتكم. صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا لمياء. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. لسه الطقس متواصل معنا في اعتداله على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وده هيكون على بعض المناطق. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وده كمان على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 27 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 31 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 23 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلونا مرة تانية نرجع لمحمد ومنا نكمل معاهم أو نبدأ معاهم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لمياء. خلينا نبتدي مع بعض بأهم الأحداث. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد أعمال تطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي، واستمع السيد الرئيس خلال الجولة للجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. وقد استمع السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد، جميعهم بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل. منطقة كورنيش الحضارات سيادة المشرفين يا فندم، المنطقة فندم سيادتك أمرت بربط منطقة كورنيش النيل يا فندم ومتحف الحضارات بكوبري يا فندم، بيربط عشان يربط معنا القادم من القاهرة الجديدة يا فندم بمحور عمر سليمان أو محور سمير موسى فندم، مرورا بمنطقة المقطم، مرورا بمحور رئاسة الرزق، مرورا بكوبري طه حسين وكوبري الدكتور صلاح الشاذلي على الاتصالات، ثم شارع الفسطاطي فندم، مرورا بكوبري العميد إبراهيم رفاعي اللي سيادتك مشرفنا عليه، وصولا لكورنيش النيل فندم ومصر القديمة. هنكمل بعد كده. تمام يا فندم، تمام يا فندم، محور 3 يوليو يا فندم المنطقة اللي بعد كده هتكورنيش يا فندم. تمام يا سيادتك. كويس. تم يا فندم نهو أعمال تطوير كوبري قصر النبي يا فندم اللي كان بيحل معانا المشكلة الاختناق المروري اللي كان تحت الإشارة هنا يا فندم، وتم نهو التبع السطحية وتخطيط يا فندم وعمل اللوحات الإرشادية.
تم يا فندم تطوير منطقه الكورنيش وعليها 5 حاره مروريه كل اتجاه بدلا من 2 حاره في المنطقه من اسم مصر القديمه حتى تقاطعوا مع الطريق الدائري. وتم انشاء كوبري يا فندم توسيع نهر النيل بطول 300 متر وتم نهوه يا فندم وجري عمل التوصيل الحافي في الطرف. كل ده اخر الشهر ان شاء الله يا فندم. هنا يا فندم جري تطوير يا فندم منطقه قصر النبي المتجه لزرع مصر القديمه دي اللي احنا لسه شغالين فيها بس يا فندم تدخل الازاله اللي شغالين فيها. طب يعني قدامنا قد ايه؟ فندم المنطقه دي بالكامل خلصت عادة بس في حي مصر القديمه موجود هو جاري نقله حاليا يا فندم. يعني خلال اسبوعين او ثلاثه هيكون اتنقل بالكامل وهنكمله بعدها على طول. وبرده الموضوع سوق البطيخ والكلام ده. هو حي مصر القديمه وسوق البطيخ والبنزينه وبنزينه التعاون هم ثلاثه مع بعض. يعني خلال اسبوعين ان شاء الله يكون سياده المحافظ وعدنا بان هو خلاص يعني هم دخلوا فيها وخلاص. وانتوا شغالين؟ احنا شغالين. شغالين احنا هو كيلو 400 يا فندم احنا خلصنا لهم 900 متر خلاص فعلا خلصوا خالص والجزء اللي قدامهم فيه اتجاه بالكامل خلصان متحرر اللي هو ده وهم هيبقوا الاتجاه الكامل بالتالي. سيادتك يا فندم في الكوبري اللي هو توسعه الكوبري بتاع نهر النيل القديم سيادتك احنا كنا مصممين التوسعه بتاعتنا على 120 طن ده طبقا للكود الجديد. الكود القديم يا فندم كان 90 طن فاحنا حاليا سيادتك بندعم الكوبري القديم عشان يبقى الاثنين نفس العمر الافتراضي ونفس المستوى واللي ماشي على الكوبري لو مثلا لو ماشي بعجل هنا وعجل هنا ما يبقاش في فرق. كما استمع السيد الرئيس لأعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلي والحرف اليدوية المتميزة بالفسطاط. سيادتك المنطقة هنا يا فندم اللي هي قرية الفخارين القرية دي بالكامل يا فندم سيادتك كنت وجهت ان احنا ضمن التطوير بتاعنا ان احنا نعظم المنطقة دي بتاعت قرية الفخارين ديت. سيادتك احنا فعلا عملنا الكلام ده وحققنا الكلام ده مع وزارة الإسكان ومع مجلس الوزراء بحيث التطوير شامل بالكامل. هو كان في تعارض معاهم في مبنيين بس من ضمن 30 و40 مبنى سيادتك محافظ القاهره نقلهم جوه نقل مبنيين منهم جوه في منطقه افضل ما هي كانت موجوده بحيث الناس ديت يعتبروا شيخ الشيوخ الصنعه دي فاحنا عايزين بنعظمهم اكتر يا فندم ما هم موجودين. شكرين شكرا. نظمت الأمانة العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مؤتمراً جماهيرياً بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان معاً لاستكمال المسيرة من أجل الاستقرار والتنمية لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وإعلان تأييده لفترة رئاسية جديدة. شارك بالمؤتمر أعضاء من القوى السياسية ونواب برلمان مجلس الشيوخ ومجلس النواب وجمعيات المجتمع المدني وممثلين من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات المجتمع السكندري. ورفع المشاركون الأعلام المصرية مرددين الهتافات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر حاشد في الفيوم وده لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية وده ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز. تم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات اللي حققتها الدولة المصرية واللي بتقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية. وكمان كان الهدف حث المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم وكان ده طبعا بحضور جماهيري كبير للمواطنين وقادة الرأي بالمحافظة من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين من الجمعيات النشطة والقيادات الشابة الفاعلة بالمحافظة. السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لزيارتها للمركز العام للهلال الأحمر المصري مرتين السنة دي. وقالت القباج خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة مساعدات لغزة، قالت إن الزيارة حملت تواصلا ورقيا ودعما ومساندة لرسالة الهلال الأحمر المصري في كل أنحاء الجمهورية وخارج الدولة المصرية. نتوجه بالشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية لتشريف سيادتها بزيارة المركز العام للهلال الأحمر المصري مرتين هذا العام
وقد كان لهذه الزيارة بما تحوي من تواصل ورقي ومن دعم ومسندة لرسالة الهلال الأحمر المصري في كافة أنحاء الجمهورية وخارج القطر المصري وفي كافة الدول الغربية والعربية. وبمشيئة الله مستمرون في هذا الدعم والتلاحم التطوعي من أجل خدمة ومساعدة ونصرة قضايا الإنسانية أينما كانت. ومن المتوقع أن نرسل دعمنا للشعب الفلسطيني، في النهاية بنرسل دعمنا للشعب الفلسطيني واحترامنا وتقديرا لصمودي وبسالتي، والنصر قادم إن شاء الله. بتلك الكلمات دشنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة قافلة المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري. تتضمن القافلة مواد إغاثية ووسائل إعاشة عبارة عن أغذية ومياه ومستلزمات عناية شخصية وأدوية ومراتب وبطاطين، يتم تقديمها بمبادرة مقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق. ويأتي هذا من منطلق الدور الإنساني الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم شعب غزة الصامد والباسل جراء الهجوم الغاشم على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء ومن الأطفال والنساء والشيوخ العزل وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، إلى جانب ما يمكن أن نطلق عليه جرائم ضد الإنسانية. وتمد مصر أواصر الشراكة والتعاون بين مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبين جمعية الهلال الأحمر المصري لدعم أهالي غزة بالمساعدات الإغاثية والطبية. وتم التنسيق بشأن هذه المبادرة الإنسانية المقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهو دعم يقدر بحوالي 400,000 دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية وفقاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي أقر بتخصيص مبلغ مالي لهذه المساعدة، ويتم ترتيب وتجهيز وتعبئة المعونة بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري، ويتم تسليم هذه المساعدات التي ستنقل خلال أيام قليلة بمصاحبة فرق الهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة عبر المعابر المتاحة. تلك الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر سياسياً وإنسانياً من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وتنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات العاجلة والاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني في القطاع، مع التأكيد على أهمية استمرار تدفق هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات خصوصاً الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية للإصابات التي تصل إليها عبر معبر رفح. تأتي هذه الجهود خاصة وأن غزة لم تعد كما كانت بعد أكثر من 40 يوماً بسبب ما قامت به القوة القائمة بالاحتلال من شن جرائم الحرب المخالفة لكل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وانتهاك حقوق الإنسان، وقد أدت إلى تدمير ما يقدر ب 45% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، أي حوالي 41,000 وحدة سكنية. هذا بالإضافة إلى إلحاق الأضرار بأكثر من 222,000 وحدة سكنية أخرى و279 منشأة تعليمية، أي ما يعادل أكثر من 51% من إجمالي عدد المنشآت التعليمية في قطاع غزة. دليل السفر لونلي بلانت كشف عن أفضل 50 وجهة من الوجهات السياحية، وكان من أبرز الوجهات دي هي مصر. الموقع قال إن الزائرين يقدروا يستمتعوا بمعابد الأقصر والنيل وأهرامات الجيزة، وده لأن مصر بتتمتع بوفرة من الثروات التاريخية. احتفالاً بالذكرى 50 لتأسيسه، كشف دليل السفر لونلي بلانت عن أفضل 50 وجهة لعام 2024، وأشارت صحيفة ذا سان في تقريرها عن أفضل الوجهات السياحية إلى 8 دول تعد هي أفضل اختيار في عام 2024، وكان من بين هذه الدول مصر. وقال الموقع إن الزائرين بإمكانهم الاستمتاع بمقابر الأقصر والنيل وأهرامات الجيزة، وأن مصر لديها وفرة كبيرة من الثروات التاريخية.
أيضاً رشح الموقع مواقع سياحية أخرى في مصر مثل درب سيناء ودرب جبل البحر الأحمر، وهما طريقان للمشي لمسافات طويلة. كما سلط الموقع الضوء على افتتاح المتحف المصري الكبير في 2024. اختيار الموقع لمصر يبرهن على عودتها لتحتل الصدارة في كافة مواقع السفر والسياحة باعتبارها ضمن الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح من مختلف دول العالم، خاصة في ظل حالة الأمن والاستقرار التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، بجانب المشروعات السياحية والأثرية الكبرى التي جعلت المقصد السياحي المصري متنوع وربطت الأماكن السياحية والأثرية المختلفة، بالإضافة لافتتاح العديد من المتاحف في عدد من المحافظات. هذا بالإضافة إلى تطوير متاحف أخرى والاكتشافات الأثرية الضخمة التي تسهم في الترويج للسياحة في مصر. وأبرز موقع Travel of Path أحد أكبر مواقع أخبار السياحة والسفر في أمريكا من خلال تقرير مصور 5 وجهات سياحية في مصر، واصفاً إياها بأفضل الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة بالمقصد السياحي المصري. وحظيت مدينة القاهرة بأن تكون أول أفضل هذه الأماكن، حيث إنها مدينة نابضة بالحياة ومركز للعديد من مناطق الجذب السياحي الشهيرة، منها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير الذي يمثل افتتاحه إضافة عظيمة لهواة التاريخ وعاشقي مصر القديمة والسياحة الثقافية. هذا بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة حوله من تطوير، هذا إلى جانب منطقة خان الخليلي التي تعد من أشهر الأسواق في القاهرة وتسخر بالعديد من الهدايا التذكارية الفريدة. وجاءت مدينة الأقصر أيضاً كواحدة من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في مصر لما لها من أهمية تاريخية وأثرية وجمالية، فهي تقع على ضفاف نهر النيل وتحوي مواقع أثرية فريدة وأكثر شهرة، من بينها معابد الكرنك والأقصر ومقابر وادي الملوك. وفي مدينة أسوان يمكن زيارة معبد فيلة ومتحف النوبة. وأوضح التقرير أن الشواطئ الرائعة التي تطل على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر التي تتمتع بها مصر هي من أفضل الأماكن التي يجب زيارتها، مشيراً إلى مدينة دهب التي تقع على ساحل البحر الأحمر وتعرف بأنها مقصد ساحلي يتمتع بشواطئ متميزة وتشتهر بأنها نقطة جذب لممارسة رياضة الغوص. التقرير أشار أيضاً إلى مدينة الإسكندرية التي تقع على ساحل البحر المتوسط وتعد من أشهر المدن منذ العصور القديمة وتشتهر بمكتبة الإسكندرية. كما أضاف أنه من بين أفضل الأنشطة التي يمكن القيام بها زيارة قلعة قايتباي والتنزه على كورنيش الإسكندرية وزيارة مكتبة الإسكندرية. كذلك أشار التقرير إلى النتائج الإيجابية التي حققتها السياحة في مصر خلال العام الحالي، موضحاً أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحطيم الأرقام القياسية للسياحة، حيث إنه من المتوقع أن تحقق أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الجاري 2023 معدلات تفوق تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2010 الذي يعتبر عام الذروة في السياحة، فضلاً عن أن مصر تعد واحدة من أكثر المقاصد الثقافية والتاريخية الفريدة في العالم، حيث جذبت مصر القديمة خيال ملايين المسافرين الذين يأتون إليها لرؤية المواقع الأثرية مثل أهرامات الجيزة ومعبد أبو سمبل ومعبد الأقصر، إلى جانب الاستمتاع بالعديد من التجارب السياحية مثل القيام برحلات نيلية وممارسة رياضة الغوص ورؤية ما يتمتع به قاع البحر من حياة بحرية خلابة. وسبق أن أعلنت منظمة السياحة العالمية عن فوز قريتي سيوة بمحافظة مطروح ودهشور بمحافظة الجيزة ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2023، وذلك أثناء انعقاد الاجتماع 25 للجمعية العمومية للمنظمة التي تعقد حالياً بمدينة سمرقند بدولة أوزبكستان. وتم اختيار هاتين القريتين نظراً لتلبيتهما للمعايير التي وضعتها المنظمة في هذا الإطار، كما قامت المنظمة بالإعلان عن وضع قرية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء على قائمة الترقي المؤهلة لتصبح في المستقبل على قائمة أفضل القرى الريفية السياحية. زي ما شفنا في التقرير مشاهدينا، مفيش محافظة في مصر من شمالها لجنوبها مفيهاش مكان جاذب سياحيا بيخلي مصر دايما في مقدمة المقاصد السياحية في العالم كله. نروح لفاصل سريع مع حضراتكم ونرجع نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل الحرارة على شمال الصعيد
وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومايل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح وقد تكون كثيفة أحيانا، وده هيكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها، خصوصا أنك طمنتينا الأيام اللي فاتت أنه في استقرار واعتدال في درجات الحرارة ومناسبة للوقت اللي احنا فيه ده من السنة. هو طبعا على مدار اليوم هيكون في طبعا لسه مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه، وخاصه خلال فترات النهار. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 27 درجه مئويه، وده تعتبر المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام. اغلب محافظات الجمهوريه هيكون فيها استقرار في الاحوال الجويه وطقس معتدل خلال فتره النهار على السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، يمكن كمان بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد. طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون فترات النهار وخاصه في فتره الظهيره مع شده الاشعاع الشمسي، رغم ان في سحب منخفضه متوسطه على مدار اليوم بتحجب جزء من اشعه الشمس، يمكن ده هو اللي بيساعد ان احنا نحس بالاجواء الخريفيه بشكل كبير خلال فتره النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن هو ملموس أكثر ومحسوس في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة الأماكن اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير زي محافظات شمال الصعيد، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة. كمان اليوم طبعا خلال فتره الصباح شفنا الشبوره المائيه اللي كانت كثيفه في بعض الاماكن وخاصه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وادت لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي بسرعه ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا مع الساعه 7-8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تتلاشي، الرؤيه الافقيه بتبدا بشكل تدريجي تحسن على اغلب الطرق. متوقع مع مساء اليوم نبدا نشوف بعض التقلبات الجويه على المناطق الساحليه، يمكن هتبدا على المناطق الساحليه الاول ومحافظات شمال الوجه البحري، كميات الامطار هتزيد، هتبدا الاول خفيفه على مدار اليوم، مع فتره المساء كميه الامطار هتبدا تزيد وتتحول لامطار متوسطه على بعض الاماكن الموجوده في السواحل الشماليه الغربيه للبلاد، طبعا مطروح والعلمين والاسكندريه، كمان بعض الاماكن من محافظات شمال الوجه البحري زي البحيره كفر الشيخ الدقهليه، اليوم الامطار فيها هتبدا امطار متوسطه، ده طبعا بدايه لحاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه اللي متوقع ان احنا نشوفها غدا الاحد ان شاء الله. وهتكمل معانا لحد امتى؟ حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه هتكون معانا يوم الاحد والاثنين ان شاء الله، هيكون فيها عناصر مختلفه من الظواهر الجويه، اهمهم طبعا هيكون سقوط الامطار، لان كميه الامطار هتزيد بشكل كبير وتاثر على المناطق الساحليه. غدا متوقع امطار يعني ما بين المتوسط والغزير والرعد، احيانا ممكن يتساقط معاه كمان حبات البرد على السواحل الشماليه للبلاد وشمال الوجه البحري. كل ما تقدمت للمناطق الداخليه كانت كميات الامطار اقل، يعني القاهره الكبرى متوقع غدا فيها امطار ما بين الخفيفه للمتوسطه والرعديه، الامطار كمان هتوصل لمحافظات شمال الصعيد، هيكون في استقرار شديد في حركه الملاحه البحريه على مسطح البحر المتوسط، ارتفاع الامواج يتجاوز 4-5 متر على البحر المتوسط، سرعات رياح بتتجاوز 50 كيلو متر على الساعه، انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحراره بمعدل من 2-3 درجات، فهي حاله جويه من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه فيها كل الظواهر الجويه المختلفه. خلينا بس ننوه ان اليوم هيكون ايضا عندنا نشاط للرياح في بعض الاماكن من القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وسواحلنا الشماليه الغربيه، نشاط الرياح ده هيخلينا نحس بالمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره اليوم، وكمان هيكون في اضطراب ملاحه بحريه على البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 2-3 متر، عشان كده احنا بنقول ان النهارده خلال فتره المساء هيكون بدايه حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، هتكون ان شاء الله ذروتها غدا الحد، ومع يوم الاثنين كمان مكمله معانا، مع يوم الثلاث ان شاء الله تقل حده حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. عشان كده احنا هناكد على كل الساده المواطنين، مهم جدا الفتره اللي جايه اول حاجه ناخد بالنا من نوعيه الملابس، لازم الملابس تبقى فتره النهار
فتره الليل الملابس الخريفيه نتخلى تماما عن الملابس الصيفيه، لازم يكون معانا الجاكيت واحنا خارجين فترات الليل المتاخر او فتره الصباح الباكر. مهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه عشان نعرف تفاصيل الحاله الجويه ونعرف اماكن سقوط الامطار تحديدا هتكون فين وكميات الامطار الكثيره هتكون فين. ممكن هو متوقع ان المناطق الساحليه تكون اكثر تاثرا بحاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. بشكرك شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 27 والصغرى 19، العاصمه الاداريه 27 18، اسكندريه 27 18، العلمين الجديده 27 17، مطروح 27 17، دمياط 27 19، بورسعيد 27 20، الاسماعيليه 28 17، السويس العظمى فيها 28 والصغرى 18، العريش 27 17، كاترين 23 8، طوبة 26 20، حلايب 27 23، شلاتين 31 22، شرم الشيخ 30 21، الغردقة 30 21، الفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 16، بني سويف 27 15، الوادي الجديد 29 16، أسيوط 28 14، سوهاج 28 16، قنا 30 17، الأقصر 30 17، وأخيرا أسوان العظمى فيها 31 والصغرى 18. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لمنا ومحمد نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لنا. الحقيقة أن بعد يوم بنكتشف أو بعد يوم بنكتشف نوافذ إعلامية غربية بتتناول أحداث العدوان على غزة بتضليل وأكاذيب ومحاولات متكررة لتبرير قتل المدنيين الفلسطينيين. فعلا منا تعالوا نتعرف مع حضراتكم على معالجة الصحف الأمريكية لآخر التطورات في غزة مع دكتور توفيق حميد الباحث السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخيرات على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا حبيبي واهلا بيكوا دائما. نبدا مع حضرتك من الواشنطن بوست واكثر من مقاله تحليليه بتتحدث عن ازدياد الكراهيه تجاه المسلمين، منها مقال مثلا بيتكلم عن التخوف من هجمات ارهابيه ممكن تستهدف الولايات المتحده الامريكيه، مقاله اخرى بتتكلم عن تطلعات اسرائيل في قطاع غزه للوصول الى انتصار. شايف أهم العناوين والمنشطات إزاي في الواشنطن بوست النهاردة؟ شوف حضرتك، هو الواشنطن بوست هنا بتحلل حاجة متوقعة بالنسبة لهم، اللي هو إن ما حدث في غزة والضرب والصراع ده في نظرهم أو في تصورهم إن هو ينتج عنه كراهية زائدة لإسرائيل، وإن المجتمعات الإسلامية بترى إن أمريكا وإسرائيل إلى حد ما بيمثلوا يعني اتجاه واحد أو علاقة وطيدة جدا ودائما مدعومة بها، وده اللي حصل في الآونة الأخيرة. الدعم كان واضح جدا، فهم متوقعين كتوقع يعني ان هو ده هينتهي بيه الامر، ان هو الحنق والغضب على الولايات المتحده ممكن يتسبب في بدايه عصر اخر من الارهاب ضد المصالح الامريكيه. فبيبداوا ايه يحطوا توقعاتهم لهذا الامر، لدرجه ان البنتاجون نفسه بداوا اجهزه المخابرات بداوا يضعوا ايه هذه السيناريوهات ويناقشوها كاحتمالات ان ممكن يتم ايه وايه، وبدات تدخل في الصوره مره اخرى موضوع الارهاب ضد امريكا كرد فعل ايه لدعمهم لاسرائيل في الموضوعات اللي حصلت غزه دي الاخيره. اكيد. خلينا ناخد موضوع تاني من نفس الجريده، اعلنت وزاره التعليم ان منطقه مدرسيه واحده وست كليات بما في ذلك جامعه كيرنل وكليه ويلسلي بتخضع لتحقيق من قبل وزاره التعليم وسط مزاعم بمعاداه الساميه والاسلاموفوبيا. لو حضرتك تكلمنا عن التفاصيل. شكرا لك، دي نقطة لطيفة مهمة جدا. شكرا. ان حدث فعلا ان هو في نفس الاماكن بقى فيه زيادة في الحاجتين، كراهية اليهود اللي هي الانتسيميتيزم، كراهية اليهود ده مفهومه يعني العام، والاسلاموفوبيا كراهية للمسلمين. هو اللي حاصل كالاتي، ان هنا المجتمعات او الشبابيه بالذات في الطلاب والجامعات وكده عندهم درجه عاليه جدا من الحماس السياسي في الامور دي، يمكن بدرجه اعلى من الكبار، ونشطين جدا، وفي جاليات كبيره
عربية ومسلمة، فدي غالبا هتظهر ايه نوع من الدعم ما اقدرش اقول حماس، بس اللي حاصل هيبقى في دعم لوضع حماس للمقاومة الفلسطينية كتير، انها اموري للمقاومة الفلسطينية اللي موجودة على الارض. ايوه يعني بالضبط، يعني اللي حاصل دلوقتي فهيبقى ضد اسرائيل وهيبقى فايه اللي حاصل ان هو دول بينظروا الناس الثانيه بقى ينظروا لهم ان دول بيدعموا الارهاب، يبدا يكرهوهم ويحصل حاجات عنف ضدهم وشتائم وكذا، ويبدا عمليه نوع من الايه الكراهيه ليهم، فتبقى دي تسمى اسلاموفوبيا اللي هي الكراهيه من الاسلام. ان هو واحد واخد موقف ضد اسرائيل هنا، فالناس هنا هيبصوا له للشباب اللي حواليه ان انت واقف ضد اسرائيل، يبقى انت بتدعم الارهاب، يبقى انت كذا، وانت بتدعم في 11 سبتمبر، ويبداوا يكرهوه وممكن يشتموه مثلا عشان اسمه كذا او كذا، وتبص تلاقي اسمه اسلامي مثلا، وتبص تلاقي حصل ايه هنا اسلاموفوبيا كراهيه للاسلام. وده ممكن يخلي في نفس الوقت في نفس السكول هتلاقي في نشاط قوي جدا للطلبه المسلمين والعرب بيحاولوا يظهروا ما يحدث في غزة ويجيبوا صور للأطفال وغيره، فتبص تلاقي دول بيظهروا كده، فكأنه فيتهموهم النهاردة دول بمعاداة السامية ان هم ضد اليهود. هو لو بدأ يتكلم على هذا الأمر فحاصل كومباينيشن أو خليط وما عمري ما شفته، وصعب جدا تصوره ان في نفس المكان في بقت كراهية للمسلمين اللي بيدعموا اللي واقفين ضد اسرائيل في الحرب الحاليه، وكراهيه لليهود عشان هم بيدعموا اسرائيل. يعني اللي ضد اسرائيل بيتكره، واخد بالك، بقت اسلاموفوبيا، واللي مع اسرائيل اللي هو اليهود بيتكره من المسلمين ومن العرب والفلسطينيين، ففي صراع داخلي شديد جدا تحط معاه حماس الشباب. تبص تلاقي دخلت في معادلة غريبة جدا، وده اللي حاصل دلوقتي. طب دكتور توفيق، يعني كلام مهم حضرتك بتقول لنا انه ده ممكن يغذي الكراهيه، وشفنا جرائم كراهيه بتحصل للاسف، القتل اللي حصل لاحد الاطفال في احدى الولايات، وجرائم بتزداد بشكل كبير. عايز اسال حضرتك على نقطه، هل في صوت عربي شبابي مدني داخل الولايات المتحده الامريكيه ممكن ينقل الروايه العربيه الفلسطينيه بطريقه تقنع الرأي العام الأمريكي؟ لأنه بعيدا عن فكرة الكراهية والمنظمة الإرهابية أو غيره اللي بتوصم بها المقاومة في فلسطين، هل في صوت معتدل ممكن يوصل روايتنا العربية والفلسطينية للرأي العام الأمريكي؟ ده سؤال حلو جدا وهام جدا بصراحة، أشكرك عليه. يعني أشكر فريق الإعداد عليه، لأنه فعلا سؤال في غاية الأهمية، إن هو هل في صوت معتدل هنا يقدر هو أنا أقول لحضرتك حاجة. أنت كده فعلا يعني عارف زي ما تقول لمست أو يعني اتكلمت على النقطة الحرجة الحساسة في الموضوع ده. إن اللي حاصل هنا لما حد بيجي ينقل الصورة حضرتك بيبقى متعاطف بزيادة. صحيح. بدرجة إنه ممكن بيحيد عن الحيادية، ما بيبقاش محايد في حكمه. فدي بتبوظ الرساله. يعني انت عارف لو انت جيت مثلا يعني تنقض مثلا ضرب معين في ما حصل مثلا ضد مثلا مدنيين في حته معينه، جدلا مثلا في مستشفى معينه، لو انت جيت تنقض كده مثلا وانت لا تنقض حماس بقوه فيما فعلته من جرائم ايضا، فصوتك مش بيوصل. صحيح. يقول لك ده انت منحاز كده. أنا اعتقادي إن الجاليات العربية، ودي نقطة مهمة كويس قوي إن حضرتك أثرتها، ستبلي بلاءً أفضل في توصيل قضاياهم لو بدأوا يعالجوا الأمر من منظور في شيء من الحيادية وليس العواطف فقط. هم حالياً بيتحركوا بالعواطف، فبتخليهم إيه مش قادرين ينقضوا النفس أو الذات في أي شيء. فبينقوا عن إن هم ينقضوا تصرفات الحماس، يعني المفروض هو لو نقل الصورة ونقض حماس الآخر هيستمع له حينما ينقض ما تفعله مثلا إسرائيل أحيانا. فهو دي النقطة، أنت تحتاج لنوع من الفكر اللي بيعرض الأمر وفي نفس الوقت عنده درجة من الحيادية. طب هاخد من كلام حضرتك على موضوع إسرائيل دكتور، فبيخلي حضرتك سامعني دكتور؟
فاهمك غلط، فاهم او يعني بيبص لها بطريقه انك انت منحاز، فما بياخدش كلامك حتى لو كنت صادقا بصوره جاده. يعني تاكيدا لكلام حضرتك، نيويورك تايمز بيتكلم عن تقرير عن الزياره المراقبه اللي قامت بيها اسرائيل للصحفيين في مستشفى الشفا، وتاكدها ان ما قدمته اسرائيل من وجود انفاق لم يكن كافي. هو فعلا كذا صحيفه أثارت هذه النقطة، إن هو إسرائيل اتكلمت كتير جدا عن وجود السنتر أو المركز الرئيسي لحماس تحت الشفا، وده كان تفكيرهم إن هو لو حماس هتحط مكان أأمن حاجة ليها تبقى تحت مستشفى ما فيش حد هيقدر يقرب لها، فهم ده كان تصورهم، بس اتكلموا بثقة زائدة، كانوا بيتكلموا إنه شبه يقين إن هم هيلاقوا كذا وكذا وكذا، دي طبعا كانت إيه شوية صادمة إن هو ما تلاقاش ده اتلقى فتحة لدخول الخنادق وأسلحة محدودة جدا، ولم يوجد اي شيء قوي يدل، لدرجه ان فوكس نيوز نفسها كانوا بيتكلموا وطلبوا من القوات هناك ان هم يدخلوهم احد الخنادق ويتصوروا هناك ويصوروا ويشوفوا، رفضوا. فالحته دي في الصحافه الاسرائيليه، وكان احد الاخطاء الكبيره في الاعتقادي من الجانب الاسرائيلي ان هو تكلم بثقه جدا عن يقينيه ان هم هيلاقوا تحت مستشفى الشفاء. وعلى ارض الواقع ما حصلش، ودي عامله واللي موجود لا بيقولوا في شويه حاجات، ولكن ليست بالثقه الكافيه انها تقنع. صحيح، وده حتى لم يقنع كمان ايضا، لم يقنع الداخل الاسرائيلي حتى الان، يعني الداخل الاسرائيلي لم يقتنع بهذه الروايه الاسرائيليه انه في مقر لحماس المقاومه اسفل مجمع الشفا. بشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءه الوافيه دكتور توفيق حميد الباحث السياسي في شؤون الشرق الاوسط. شفنا في الايام اللي فاتت حاله من الانقسام داخل الاروقه السياسيه والبرلمانيه البريطانيه والامريكيه وفي اكثر من عاصمه اوروبيه بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. شفنا كمان ضغوط مستمرة من الشارع والرأي العام العالمي المتعاطف مع أهلنا في القطاع. يمكن ده يكون ساهم في تغيير آراء كتير من السياسيين والبرلمانيين والقادة في مختلف الدول، وخصوصا في أمريكا والدول الأوروبية. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتور أدمند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن. أهلا بيك يا دكتور وصباح الخير عليك. صباح الأنوار. أهلا وسهلا دكتور. بداية لو حضرتك توضح لنا أبعاد حالة الانقسام اللي احنا شايفينها وظهرت جليا داخل الأروقة السياسية والبرلمانية البريطانية وكمان الأمريكية. فعلا بدأنا نرى خاصة في الولايات المتحدة، بدأنا نرى مظاهر لخلافات عميقة بدأت تبرز بعد حوالي أسبوعين أو ثلاثة من الحرب التي تشهدها غزة، وقد تصاعدت خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، حيث قامت مجموعة كبيرة من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية بإيصال أو بانتقادات قاسية لتعامل إدارة بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس، وجاء ذلك طبعا نشرته صحيفة بوليتيكو، نشرته صحيفة أكسيوس، وأيضا تم تسريبه لبعض وسائل الإعلام الأخرى. وكانت الرسالة كان هناك رسالتان، الأولى جاءت من مجموعة من حوالي 100 شخص في موظف في وزارة الخارجية، والثانية يقال أنها حصلت على التوقيع 400 شخص، وكانتا متقاربتان إلى حد ما. ولكن الرسالة الثانية ركزت على أن هناك فقدان متزايد للثقة بين الدبلوماسيين الأمريكيين في الطريقة التي يتعامل بها الرئيس بايدن وإدارته تجاه أزمة الشرق الأوسط، وحذر هؤلاء من أن استمرار هذه السياسة سيكون له تداعيات سلبية جدا على سمعة الولايات المتحدة، على مصداقيتها، وعلى علاقاتها حتى وعلى مصالحها في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى من العالم. احتوت المذكرة على طلبين رئيسيين، الأول أن تدعم الولايات المتحدة فورا وقت إطلاق النار، وأن توازن بين الرسائل
الخاصة والرسائل العامة تجاه إسرائيل، بما في ذلك أنه كان هناك انتقادات لإسرائيل بين بعض المسؤولين العسكريين والسياسيين، وقالوا الذين قالوا بأن التكتيكات العسكرية التي تستخدمها إسرائيل ستضهق ضرر كبير بإسرائيل وحتى بالولايات المتحدة. ثانية هي أن معاملة الطريقة التي أيضا تعاملت بها إسرائيل مع الفلسطينيين والدعم الأمريكي لذلك سيكون له أيضا تداعيات سلبية، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم. ويقول هؤلاء أن هناك رسائل بدأت تأتي من السفارات الأمريكية في مناطق مختلفة في أفريقيا، في الشرق الأوسط، في آسيا، التي تنتقد الإدارة. طيب إذا انتقلنا دكتور إدموند، إذا انتقلنا دكتور إدموند، الأخرى هي أن المجموعة الثانية ركزت على شيء آخر، وهو أمر يتعلق بالبعد الداخلي الإسرائيلي، وهو أنه عندما تدعم الحكومة الإسرائيلية عنف المستوطنين والاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو تستخدم الاستخدام المفرط وغير العادي للقوة ضد الفلسطينيين، فيجب على الولايات المتحدة وعلى الإدارة وعلى الرئيس وعلى وزير الخارجية أن يعلنوا بأن هذا يتعارض مع قيمنا كأمريكيين، وأن إسرائيل لا يمكنها أن تستمر في هذا التصرف دون محاسبة أو عقاب إلى حد ما. طب إذا انتقلنا دكتور إدموند من لو تسمعوني، إذا انتقلنا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المجموعة الأوروبية، لاحظنا الأيام الماضية بعض التباين في بعض مواقف الدول الأوروبية. لأول مرة ماكرون يتحدث عن وقف إطلاق النار، ونحن نعرف أنه الموقف الأوروبي كان يعني تابعا بشكل مباشر من بداية الأزمة للموقف الأمريكي. ماكرون تحدث عن وقف إطلاق النار، وفي نفس اليوم أو بعده بيوم أولاف شولتز المستشار الألماني قال نحن ضد وقف إطلاق النار. هل هناك أصوات أوروبية بدأت نوعا ما يعني تختلف عن الصوت الأمريكي وتتجه إلى فكرة وقف إطلاق النار؟ بدون شك هناك أصوات طبعا ترتفع، بعضها لم يبدأ الآن. مثلا إذا استمعنا إلى التصريحات التي أدلى بها عدد من أعضاء مجلس النواب الإيرلندي في إيرلندا داخل البلد وممثليهم في الاتحاد الأوروبي، هناك انتقادات لاذعة لسياسة القيادة الأوروبية. أقول بأن ما يجري هو أمر مرفوض تماما في الضفة الغربية وفي غزة. يقول هؤلاء أن هناك يعني أعمال تنتهك وبطريقة صارخة القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب، وذلك من خلال التدمير الهائل. يقول هؤلاء أن الصور التي يشاهدها العالم هي فعلا تظهر بأن أوروبا لم تقم بواجبها كما يجب، وأنه يجب عليها أن تطالب بمحاسبة إسرائيل. وهناك اقتراحات داخل البرلمان الإيرلندي في إيرلندا يطالب أيضا بفرض عقوبات على إسرائيل وتقديمها إلى تقديم قيادتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. في أيضا بدأنا نرى التغيير كما حضرتك وذكرت في فرنسا. فرنسا الرئيس الفرنسي كان من أبرز المناصرين، ولكنه وذهب إلى إسرائيل ودعم إسرائيل بقوة وحاول منع المظاهرات بعدما عاد، ولكن أعتقد أنه بدأ يرى أن داخل فرنسا هناك قوى سياسية تعارض وبقوة ما يجري، وترى بأن ذلك يهدد المصالح والأرصدة الفرنسية، ويجب عليها أن يعيد النظر. كانت هناك مظاهرات كبيرة جدا داخل فرنسا، وهذه شملت ليس فقط العرب الفرنسيين والمسلمين الفرنسيين، بل أنها أيضا بدأت تشمل مجموعات كبيرة من الفرنسيين. رأينا أن وزير الخارجية السابق جافيل فان انتقد ماكرون، انتقد السياسة الفرنسية، وقال أن هذه لا تخدم مصلحة فرنسا ولا مصلحة الغرب. ولكن أيضا في بريطانيا بدأنا نرى بعض التغيير، ورأينا إخراج الوزيرة التي بسبب مواقفها المتطرفة في دعمها لإسرائيل. ولكن بريطانيا لا تزال إجمالا تدعم الموقف الإسرائيلي،
وكذلك ألمانيا. ولكن إذا الشارع ساعد الحكومات على الأقل في توجيه أو إعادة توجيه توجهها ناحية القضية الفلسطينية حتى ولو كان إنسانيا إن لم يتغير سياسيا. كل الشكر ليك الدكتور أدمند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء، موجز 8 صباحا بتوقيت القاهرة مع لمياء حمدين. إليك مرة أخرى لمياء. شكرا محمد. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. وخلال الجولة التفقدية استمع الرئيس السيسي إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل. واطمأن الرئيس السيسي على سير العمل في المشروع، واستمع لأعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلي والحرف اليدوية المتميزة بمنطقة الفسطاط. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، مما أدى لاستشهاد نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال. وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلية شنت غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية. كما قصفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين. وفي جنوب القطاع استهدفت طائرات الاحتلال منزلا بحي الجنينة شرق رفح، مما أدى أيضا لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخران خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة مخيم بلاطة شرق نابلس بشمال الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر حركة فتح في مخيم بلاطة بقصف صاروخي أدى لاستشهاد 5 أشخاص وألحق أضرارا كبيرة في المكان. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى حيث أعلن لاحقا استشهاد 5 منهم. أكدت دولة الكويت تأييد دول المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالإجماع للمطالبة رسميا بتأمين وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية لقطاع غزة. وأفادت بعثة دولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في روما أن الدورة الاعتيادية الثانية للمجلس التنفيذي نجحت في ختام أعمالها بمقر البرنامج في روما في إصدار بيان رسمي بشأن غزة عقب مشاورات قادة الكويت بالتنسيق مع المجموعة العربية لدى برنامج الأغذية العالمية. قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. وأضاف ترودو أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة، داعيا إسرائيل لإظهار أقصى قدر من ضبط النفس. ووصف رئيس الوزراء الكندي الخسائر في الأرواح بالأمر المفجع. أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي نائب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية ألكساندر تراسوفسكي دون الكشف عن الأسباب. وكان زيلنسكي قد أقال في سبتمبر الماضي وزير الدفاع الأوكراني السابق ألكسي ريزينكوف من منصبه وعين روستوم أوميروف محله. لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء زلزال قوي بلغت شدته 6.7 درجة ضرب الفلبين. وقال مسؤول إدارة الكوارث في الفلبين إن السلطات تبحث عن مفقودين. وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أعلن أن الزلزال وقع قبالة جزيرة ميندناو على عمق 60 كيلومترا، وذكرت السلطات أنه ألحق أضرارا بعدد من البنايات. مشاهدينا انتهى موجز 8، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
تابعنا مع بعض معبر رفح اللي شهد دخول الدفعة الثانية من شاحنات الوقود لقطاع غزة، واللي بتقدر بحوالي 150 ألف لتر من السولار، محملين على 6 شاحنات، وتم دخولهم بالتعاون ما بين الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف دكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء. صباح الخيرات على حضرتك. صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في البداية حابين نعرف التفاصيل المتاحة حتى الآن، كميات وأعداد الشاحنات المحملة بالوقود اللي دخلت لقطاع غزة. ممكن احنا من بداية الأحداث من يوم 7 أكتوبر احنا شباب الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع كافة المؤسسات التحالف الوطني وحياة كريمة وكافة المؤسسات في ملحمة وطنية بتتم على أرض سيناء، في سواء استقبال المساعدات عبر البر أو عبر البحر أو عبر الجو، ومن ثم استقبال أشقائنا الفلسطينيين في المستشفيات المصرية داخل وخارج شمال سيناء، وكمان زي ما تفضلت حضرتك في إدخال الوقود اللي حصل امبارح، وكمان دي الدفعة الثانية من الوقود 150 ألف لتر، وقبلها كان في حدود 24 ألف لتر من السولار. تمام. مصر كان ليها دور كبير في تجهيز الشاحنات وتسهيل دخولها من خلال معبر رفح، وشفنا مع بعض قد ايه الحمد لله انه ما استغرقتش وقت طويل بايدين الشباب المصريين. لو حضرتك تقول لنا التفاصيل اللي حصلت وازاي الشاحنات قدرت تدخل. والله يمكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده استاذه منى، انه احنا من يوم 7 اكتوبر وشباب الهلال الاحمر المصري بيعملوا الليل بالنهار، ويمكن في اخر احصائيه عملناها لعمل هؤلاء الشباب وصل عدد ساعات العمل لأكثر من 100 ألف ساعة عمل متواصل الليل بالنهار، بداية من استقبال الشاحنات أو استقبال الطائرات عبر مطار العريش الدولي، ومن ثم إعادة تفريغها ووضعها في مخازن، ومن ثم إعادة إرسالها إلى الجانب الفلسطيني من خلال معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني والجهات المختصة. فبيقوم الشباب بتجهيز هذه الشاحنات ومن ثم ادخالها الى معبر رفح وخضوعها الى الاجراءات التفتيش من قبل الجانب الاخر، ومن ثم عبورها الى معبر رفح البري. طب دكتور خالد، عايزين نتكلم اكتر على اليه التنسيق مع الهلال الاحمر الفلسطيني والامم المتحده في الجانب الاخر. ازاي بتتم اليه التنسيق؟ ازاي بيتم معرفه اهم القطاعات اللي بيتم يعني استثمارها او يتم العمل عليها لامدادها بالوقود؟ هل في اولويات معينه، مستشفيات او المخابز او غيره؟ يمكن انا بشكرك على السؤال استاذ محمد. احنا يمكن من بدايه الازمه واحنا على تنسيق مستمر تام مع الهلال الاحمر الفلسطيني من يوم 7 اكتوبر، ونجحنا يوم 8 اكتوبر في تسليم اول شحنه من المساعدات الطبيه للهلال الاحمر الفلسطيني، ومن بدايه هذا اليوم واحنا في اداره للازمه بتتم بين الجانب الفلسطيني والجانب المصري، واللي بناء عليها بيرسلوا لنا الاحتياجات يوم بيوم سواء كانت الطبية أو الغذائية، اللي احنا بدورنا بنبعتها لأصدقائنا من جمعيات الهلال والصليب على مستوى العالم كله، اللي بدورهم بيتم بعدها هم التنسيق مع الهلال الأحمر في إرسال المساعدات، وسواء كانت عبر الطائرات أو عبر البر أو عبر البحر، اللي احنا بدورنا بعدها بننسق مع كافة الجهات على أرض سيناء تحديدا، ومن ثم إدخال هذه المساعدات سواء كانت الطبية أو الغذائية أو كافة الأجهزة والمستلزمات إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. طيب معلش دكتور خالد، انا عايزه تاني اكمل كلامي عن الوقود واهميته، لان احنا عارفين قد ايه الفتره اللي فاتت كان في مشكله كبيره في قطاع غزه، واعتقد انها ما زالت مستمره برغم دخول الكميات. عايزه اعرف بعد لما الوقود بيدخل، هل بيتم التنسيق ايه الجهات اللي رايحه لها ويتم كيفيه يعني توزيعها، ولا احنا ما علينا غير ان احنا نوصل هذه الكميات وهي مهمه؟ يعني الله يعين الشباب اللي فعلا قاعدين زي ما حضرتك قلت بيشتغلوا 100 ألف ساعة متواصلة. ويمكن زي ما تفضلت لحضرتك وانه احنا بيتم التنسيق مع الهلال الاحمر الفلسطيني، ويمكن الثلاث ايام الماضيه تعطل عمل الشاحنات في الجانب الفلسطيني بسبب عدم وجود وقود يكفي لتشغيل هذه الشاحنات اللي بتقوم باستلام المساعدات من الجانب المصري،
أو في الجانب الفلسطيني، ومن ثم تسليمها إلى الأونروا وتوزيعها على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة. فنجحت مصر في إرسال أول دفعة من أول شحنة من السولر لتشغيل الشاحنات وجزء من المستشفيات، وكمان نجحنا امبارح في إدخال 150 ألف لتر من السولر لتشغيل الشاحنات والمستشفيات. ويمكن خلينا نأكد على نقطة مهمة جدا، ودي احنا أكدنا عليها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنه كل ما دخل إلى قطاع غزة لا يعد أن يكون نقطة في محيط الاحتياجات التي يحتاجها قطاع غزة. أكيد، كل الشكر ليك الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، كل الشكر لحضرتك. الاحتلال الإسرائيلي بيركز على استخدام سلاح التجويع والحصار الجماعي والعقاب الجماعي، نقص الغذاء كسلاح من أسلحة الحرب على قطاع غزة، حصار كامل في كامل المنافذ ضد هذا القطاع وضد أهلنا، وده طبعا بيؤدي إلى معاناة إنسانية وكارثية كبيرة جدا. قد يكون أهالي القطاع داخلين على مأساة تجويع أو مجاعة بسبب ما يحدث من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على التليفون الأستاذة عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة عبير وصباح الخير عليك. أهلا بيكي وصباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. أهلا بيكي. حجم كبير يعني صعب جدا وظروف معيشية صعبة بيعيشها أهالي غزة من جانب الحصول على الغذاء ومعاناة شديدة، لو حضرتك تقول لنا التفاصيل أستاذ عبير. طبعا أكيد شاشات التلفزيون يعني بتظهر حجم الأزمة والمعاناة الإنسانية، ولكن هناك يعني كارثة بتحصل وهي أزمة نقص الغذاء الشديد في داخل غزة وعملية التجويع اليومي اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني. حاليا طبعا الوقود شل أو نقص الوقود شل جميع يعني أوجه الحياة في غزة بما في ذلك طبعا المخابز. حتى العربيات اللي بتدخل وشاحنات النقل اللي بتدخل من الحدود المصرية أصبح في صعوبة انها تدخل من بعد ما توصل على الحدود مع غزة، الدخول بيها صعب لان ما فيش وقود للشاحنات الفلسطينية انها تدخل بيها في جميع المناطق، وبالتالي في فجوة غذائية كبيرة جدا في داخل غزة. احنا لو سلمنا قبل الاحداث الاخيرة دي كان بيدخل حوالي 450 شاحنة كل يوم لقطاع غزة في للجانب التجاري، منهم حوالي 100 شاحنة للمواد الغذائية. احنا النهاردة يعني في احسن الايام كان الدخول حوالي ل 100 شاحنة، وطبعا حوالي 10% منهم غذاء، وبالتالي معظم طبعا اللي كان موجود في داخل غزة من المخزون انتهى. معظم الأسر طبعا ما فيش غاز وما فيش وقود انك تستخدميها عشان الطبخ، بالتالي الظروف اصبحت في عملية جوع كبيرة في داخل غزة. غزة بتعيش مأساة كبيرة فيما يتعلق بالمخابز، يعني المعلومات اللي بتجينا اليومين اللي فاتوا من قطاع غزة في توقف وانهيار كامل لكافة المخابز، عدد قليلة جدا من المخابز ما زالت بتعمل، وفي مشكلة طبعا في شمال غزة غير جنوب غزة فيما يتعلق بتوفير رغيف الخبز، وبرنامج الأغذية العالمي بيجي له تقارير يومية عن أوضاع الأمن الغذائي داخل القطاع، إيه اللي تقدروا تقدموه فيما يتعلق بتشغيل هذه المخابز؟ يعني بالفعل احنا كنا بنعمل من يوم 7 أكتوبر مع المخابز، كنا بنوفر للمخابز الدقيق القمح والوقود عشان خاطر يقدروا يقدموا رغيف العيش بصورة يومية. كان بيتم التوزيع لحوالي 200 ألف شخص موجودين في الملاجئ، لكن طبعا بعد عملية أولا كتير حوالي 23 مخبز كان البرنامج بيعمل معاهم، يوم الجمعة اللي فات توقف آخر مخبز عن العمل، إما إن المخابز دي حصل لها يعني تم استهدافها وقصفت، أو إن مفيش يعني وقود. غزة بصورة عامة فيها حوالي 130 مخبز،
يعني لم يتبقى واحد أو اثنين إذا كان موجود يعني الوقود هم دول اللي لسه شغالينه في الخدمة، لكن احنا آخر خبر وصل لنا أن حتى المخابز دي توقفت. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب طبعا ان يعني احنا طبعا ممكن ان احنا نبدا نعيد عمليه تشغيل هذه المخابز، لكن طبعا لازم يكون في السماح بادخال الوقود ويكون في يعني تعهدات بعدم قصف المخابز. طيب يعني احنا شفنا مع التهجير القسري اللي بيحصل لأهالي غزة، احنا شايفين انه في تحرك من الشمال في جهة الجنوب وتضييق الخناق على الشمال بزيادة، بحيث انه يحصل نوع من انواع او دعم لفكرة التهجير القسري اللي بيقوم بها الاحتلال الاسرائيلي. احنا في مناطق بتزيد فيها المعاناة الغذائية مختلفة عن باقي المناطق على الشمال مثلا على سبيل المثال؟ يعني هي كل غزة من أولها لأخرها لا تتعدى 50 كيلومتر، وبالتالي وغزة محاصرة شمالها بجنوبها بالوسط منذ يوم 7 أكتوبر، وبالتالي ما فيش حد أحسن حالا من يعني في منطقة عن منطقة، لأن في الآخر المخزون الغذائي الموجود داخل غزة سواء كان في الشمال أو جنوب لم يتم تجديده منذ 7 أكتوبر. الوضع مستوي في كل الأماكن. طب أستاذ عبير، طب يعني في الوضع المأساوي ده التحرك الدولي أو الأممي، يعني احنا بنتكلم على برنامج الأغذية العالمي، طبعا في نداءات استغاثة بترسل يوميا، نداءات إنسانية، حضرتك شايفة إزاي ممكن نتحرك بشكل عاجل وفوري ودولي، لأنه الموضوع لا يهدد أهلنا في غزة، ده موضوع أصبح يعني إنسانيا بيهدد ضمير الإنسانية، أنه منظمات الدولية تتحرك على الأرض بشكل عاجل لإمداد الغذاء لأهلنا في غزة. يعني طبعا غير احنا كلنا منظمات إنسانية، ليس لنا أي نوع الدراع سياسي، كل وسائل الضغط المتاحة لنا هي النداءات والبيانات والكلام ده كله، وطبعا يعني وراء الأبواب المغلقة يعني نوع من الضغط على طبعا على الأطراف المتنحرة عشان نقدر نكمل شغلنا. لكن في نهاية الأمر المشكلة دي مشكلة سياسية، وكثير من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يعني دفعوا الثمن حياتهم، احنا لحد دلوقتي أكثر من 100 موظف في الأمم المتحدة من أونروا فقدوا حياتهم، وبالتالي يعني الحلول اللي قدامنا للأسف مع غياب ان احنا لينا ملناش دراع سياسي غير يعني للأسف الحلول مش كثيرة. احنا عارفين انه غزة محاصرة او قطاع غزة كله محاصر منذ 7 أكتوبر زي ما حضرتك قلتي، والمشكلة الاساسية هي انعدام الوقود او النقص الشديد اللي موجود في الوقود. في حالة اذا ما توفر الوقود بشكل او باخر، يعني زيادة في دخول عدد الشاحنات اللي تقدر تسمح بدخول الوقود، هل في مخزون يكفي ولا لازم الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض بالتوازي، الوقود مع مصادر الغذاء المختلفة؟ لا، لازم الاثنين يكونوا في يعني توازن، لان يجب ان يكون هناك ادخال سريع للمواد الغذائيه. المواد الغذائيه دي يعني شيء بنستهلكه بصوره يوميه، وبالتالي يعني لا يمكن ان نعتمد ان احنا بعثنا 3 شاحنات، احنا محتاجين على الاقل 100 شاحنه فقط من الغذاء بصوره يوميه حتى نستطيع ان نلبي الاحتياجات العاجله داخل غزه. أستاذة عبير، حضرتك ذكرتي منذ قليل أنه يعني في تاريخ العمل الإنساني لم تفقد الأمم المتحدة عدد من الموظفين زي ما فقدت في هذه الحرب، احنا بنتكلم على 100 أو 103 موظف تابع لوكالة الأونروا لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. عايزين نطمن على العاملين في برنامج الأغذية العالمي، ظروف العمل القاسية جدا، عددهم إيه، العقوبات المعوقات والتحديات اللي بتواجههم لتوصيل الإمدادات الإنسانية والغذائية لأهلنا في غزة؟ يعني احنا قبل الأزمة دي كنا بنعمل في غزة لتقديم المساعدات الغذائية لحوالي 360 ألف شخص بصورة شهرية. لدينا حوالي من 30 ل40 موظف في داخل غزة، طبعا كلهم بيعيشوا نفس الظروف اللي بيعيشها المواطن في غزة، ظروف صعبة، حتى هم بيعانوا في صعوبة
للوصول للغذاء. يعني تخيل انك انت تكون بتشتغل مع برنامج الاغذاء العالمي وعندك نفس المشاكل اللي بتواجه كل الناس، انك مش قادر تصل للغذاء. ظروف صعبه بيشتغلوا تحتها، لكن هم الحقيقه صامدين ومصرين على العمل. ومن الحاجات اللي احنا بنطالب بيها ان لازم يكون في عمليه يعني توسيع لادخال طواقم يعني الموظفي الاغاثه، لان الناس دي تعبت ولازم يكون في تبديل وتجديد للناس اللي داخله عشان خاطر الناس تقدر تستمر وتقدم الشغل اللي عليها. طب احنا بنشوف يوميا في مطار العريش مساعدات من دول وجهات ومنظمات دوليه، الى اي مدى بيحصل تنسيق مع حضراتكم طبعا الى جانب الهلال الاحمر والصليب الاحمر في معرفه مثل هذه المواد الاغاثيه وتصنيفها وتوزيعها او ادخالها للقطاع؟ طبعا الحقيقه الهلال الاحمر المصري قايم بدور كبير جدا جدا، واحنا كنا في العريش ورفح من حوالي اسبوعين شفنا المجهودات الكبيره اللي بتتقدم من قبل الهلال الاحمر المصري. وعشان كده برنامج الاغذاء العالمي يعني بيدعم الهلال من يعني من ناحيه معدات وتقديم مساعدات ماديه لرفع كفاءه التخزين والعمليات النقل والعربيات النقل، لان الصراحه الهلال هو اللي في الصداره وقايم بعمليه التنسيق بصوره كبيره جدا. بالنسبه لعمليه التنسيق، طبعا في تنسيق لان الهلال الاحمر الفلسطيني بيبعت هنا للهلال المصري، والبرنامج الاغذاء العالمي عندنا عارفين بالضبط ايه الحاجات المطلوبه بيطلبوا ايه الاولويات. لكن احنا في الوقت الحالي يعني كل حاجه تعتبر اولويه، لان القطاع يعني معزول بقاله اكثر من شهر في ظروف انسانيه صعبه جدا. شكرا جزيلا على كل المعلومات الاستاذ عبير عطيفه المتحدثه باسم برنامج الاغذيه العالميه. صباح الخير على حضرتك. مشاهدينا فقراتنا لسه مستمره، خلينا نروح لفاصل سريع ونستكمل معاكم باقي حلقاتنا. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا لإجراء تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في قطاع غزة، وحذر من وضع متفجر في الضفة الغربية المحتلة. كمان فولكر تورك قال إنه في مزاعم خطيرة للغاية بشأن انتهاكات مستمرة ومتعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي بتتطلب تحقيق متعمق ومحاسبة شاملة نتيجة حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر مع دكتور أحمد ماهر أبو جبل الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دكتور. منورنا. صباح النور. أهلا وسهلا. يعني تابعت إزاي التصريحات الخاصة بالمفوض السامي لحقوق الإنسان؟ طبعا كان المفروض من البدري أن ده يحصل، ما نستناش لأكتر من حاجة 40 يوم دلوقتي على اللي احنا بنشوفه. الجرائم حقوق الإنسان أصلا من قبل الأحداث، واللي بيحصل دلوقتي هو امتداد ليها بس بشكل بشع. فالانتهاكات حقوق الإنسان أصبحت يعني بتتم بشكل يومي، جرائم الحرب بتتم بشكل يومي ولا تتوقف. يعني زي ما احنا شايفين او هم يعني ما بيسعوش حتى يعني هل ده تصريح مثلا يقول ده هيوقفهم عن جرائم الحرب؟ لا، هيستمروا في جرائم الحرب وهيستمروا في نفس الاداء اللي هم بينفذوه، وجرائم الحرب كل يوم بتزيد. يعني احنا لو حطينا سلسله من جرائم الحرب دي، زي مثلا هي اصلا دوله احتلال، اسرائيل دوله احتلال، فباعتبار انها دوله احتلال بتضع شعب بالكامل في معسكر اعتقال بسيطرة على الأجواء البحرية والأجواء المداخل البرية عدا مدخل بتاع رفح طبعا، زائد الأجواء الجوية. يعني فهم مانعين السكان دول أصلا من هو ياخد حريته من الداخل. ده في حد ذاته جريمة حرب. صحيح. قبل الأحداث ده، بالإضافة إن مصادر المية ومصادر الغذاء وكل ده برضو عن طريق دولة الاحتلال. فإن أنا أمنع بقى الغذاء والدواء والماء
وامنع الادويه عن الناس اللي بتموت جوه. دي كل دي جرائم حرب متعدده، لان من لازم التوفير المواد الاساسيه للانسان، ده من اساسيات اي دوله احتلال انها بتقوم بده للمواطنين المحتلين، فدي برضو جرائم حرب. مبدا المعامله بالمثل، على سبيل المثال المعامله بالمثل، ان هم بيقولوا احنا حماس هجمت علينا فاحنا كمان من حقنا ان احنا نهجم بنفس الاداء او بنفس القوه. حصل علينا جرائم حرب يبقى احنا علينا ان احنا نعمل جرائم حرب، اللي هي ايه؟ ان هو خدوا رهائن غير عسكريين يعني، فده يعتبر ايه؟ دي جرائم حرب علينا، فاحنا بندور على ده واحنا بنحاول ان احنا ننفذ. فما فيش معامله بالمثل، لا، المحافظه على حياه المدنيين من القواعد القانون الدولي الانساني. صحيح. يبقى انا لازم احافظ على حياه المدنيين، ولو حصل اي خطا او انتهاك، مش بس اللي بيتحاكم الضابط المسؤول او لا، ده بيتحاكم لحد الرئيس او لحد رئيس الوزراء، كل من يعلم واصدر القرار او حتى ما اصدرش القرار بس على علم بالحدث فهو مسؤول ويحاكم. متورط. ومتورط. تمام. فامام القانون الدولي الانساني. القانون الدولي الانساني هو اساسه هو الحد من يعني انتهاك حقوق الانسان وضحايا الحروب، يقلل من ضحايا الحروب اللي احنا بنشوفها بنتفرج عليها بصفه يوميه. ايه مشكله القانون الدولي؟ انه غير ملزم، انه لازم يكون مقرون بالقوه لتنفيذه، ان يكون هو غير ملزم. هو فاهم، هو انا اسف، هو ملزم حتى على الدول اللي هي ما مضتش على يعني انا بسمع الكلام ان اسرائيل ما مضتش على في القانون المحكمه الدوليه الانساني. لا، ده هو ملزم حتى على الدول دي، ده ملزم حتى على حماس. يعني ما احنا مش شايفينه ليه؟ لا، ما لا، لماذا لا يطبق؟ يعني اسرائيل لا تتوقف عن الاعتداء، لا تتوقف عن اجراء مجازر، لا تتوقف عن تجويع. يعني احنا شايفين كل ما هو ممنوع تقوم به اسرائيل، وكانها شايفه ماسكه ورقه الممنوعات وبتنفذها واحد ورا الثاني. صحيح. ليه ما حدش قادر يوقفها؟ ولماذا لا تطبق عليها؟ مش عارفه بقى عقوبات دوليه او هناك شيء رادع. المفروض بقى يعني انا عارف ان ده طبعا يعني خطا، وكلنا عارفين ده خطا، وان في نوع من انواع الحمايه حول اسرائيل، وكان اسرائيل دي من يعني كائنات اخرى غير البشر. فلازم يبقى يتم حمايتهم. فاحنا لا، ده دلوقتي ان المفروض نحاكم دول ويبقوا مجرمين حرب، زي اللي حصل في صربيا على سبيل المثال. ان المجرمين بتوع صربيا في معركة ضد كوسوفو دول اتحكموا محاكم دولية وسجنوا. فلازم يكون في زي ما في إصرار من العالم دلوقتي، ودي حاجة كويسة الحمد لله. يمكن ده المكسب اللي احنا كسبناه من اللي بيحصل ده، زي ما في حاليا إصرار من العالم على وقف إطلاق النار، لازم يكون في إصرار على بعد الحرب على محاكمة. صح. هؤلاء أمام المحاكم الدولية الجنائية. على فكرة، من حق أي دولة زي دولة جنوب افريقيا ورفعت قضيه محكمه دوليه، من حق اي دوله انها تحاكم دوله اخرى على جرائم الحرب. مش لازم يعني، مع ان فلسطين مسجله في الجنائيه الدوليه، لكن انا بقول ايه؟ من حق اي دوله، بل من حق اي فرد. يعني في القانون الدولي الانساني الافراد بيعاملوا زي الدول. فممكن يعني ممكن كل فرد حصل عليه انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني داخل يقدر يستقل بذاته، يقدر هو لوحده يروح للمحكمة الجنائية الدولية. يعني أنا بتكلم في حاجة بقى شعب، يعني 2 مليون وقضية، 2 مليون و 300 ألف قضية ممكن تتعامل على، ويبعتوا الوثائق دي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. يعني حتى لو أشخاص أو شخصيات اعتبارية يبعتوا مثل هذه الوثائق والانتهاكات اللي وقعت عليهم. طب دكتور أحمد، من 3 أيام تحديدا كان في قرار مهم جدا تبناه مجلس الأمن، اللي هو أكثر إلزامية طبعا من الجمعية العامة للأمم المتحدة. قرار واضح وصريح بفرض هدن إنسانية وممرات إنسانية، والبعض شاف ان ده اختراق للازمه في غزه، انه يعني يجب ان ترضخ اسرائيل لقرار المجتمع الدولي بفتح الممرات الانسانيه او تقديم هدن انسانيه لوقف فيما بعد اطلاق النار.
حتى الآن إسرائيل ترفض هذا القرار، حتى الآن لا نرى أي أفق لأي هدنة إنسانية. طيب تنفيذ أو آلية تطبيق قرار خرج من مجلس الأمن، الجهة الأهم المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين زي ما احنا اتعلمنا، يعني آليته إيه؟ هو المشكلة إن الولايات المتحدة الأمريكية رغم إنها امتنعت عن التصويت يعني يوم اتخاذ هذا القرار، بمعنى انها ما رفضتش، انها سمحت بالتصويت انه يمر دون انها تقول فيتو، ما استخدمتش فيتو، الا انها واضح انها بتدي فرصه لاسرائيل لتحقيق اي هدف من اهدافها، يعني لانهم ما حققوش اي حاجه، يعني هم حققوا بس خسائر في الارواح، حققوا جرائم حرب، او دمروا قطاع غزه خاصه الجزء الشمالي، لكن ما حققوش من بنك اهدافهم اهداف حقيقيه، يعني لا حرروا رهائن ولا اسرى ولا قضوا على حماس ولا اوقفوا حتى الضرب عليهم، لسه الصواريخ بنشوفها كل ده دليل على ايه؟ على وجود المقاومه حتى الان، وبرضو واستمرار تاثيرها حتى لو تاثيرها غير مؤثر يعني على اسرائيل، لكن مازال موجود، فهم مش قادرين يحققوا اي حاجه، فهو عايز يعني عشان يحصل نوع من انواع يعني شبه انتصار، تمام، فهم اذا يكون في نوع من انواع التاجيل لتنفيذ الهدن. هو عموما هو واضح ان الهدنه هتتم بالتوافق بين اسرائيل، زي ما دلوقتي في الكلام يعني على كذا مرحله، يعني ان في نوع من انواع اللي هيحصل الهدن دي، هي مثلا الاطفال امام الاطفال، ثم النساء امام النساء، وهكذا، بحيث ان تتم العمليه تدريجية، دي اللي مقصود بيها الهدن. هما طبعا بيتكلموا، كان الاول بيتكلموا على هدن ممكن تبقى ساعات، ده شيء مضحك بصراحه يعني. دلوقتي بيتكلموا على ان ممكن تبقى ايام، يعني 3 ايام او كده، بحيث ان يتم حماس بتقول انها عايزه تعمل تحصر الاول للناس بتاعتها، الناس اللي هي الاسرى واماكنها، لانها مش كل الناس على تحت ايد حماس، في ناس تحت ايد الجهاد الاسلامي، في ناس تحت ايد جماعات اخرى، مختلف فصائل المقاومه بالظبط، فمطلوب ان هو الحصر ومعرفه اسماء وكده عشان تبدا العمليه التجميع والتسليم وكذلك كل ده. فطبعا ده هياخد عده ايام، لكن مع الضرب ده هو مش بيدي فرصه، حتى في منهم ناس تم كشف عنها ماتت، يعني في مجنده اسرائيليه وفي واحده ثانيه برضو، وهم ادعوا الاسرائيل ان هم لقوها قريب من مستشفى الشفاء، نعم، على اساس ان هو ذريعه لاقتحام المستشفى ولدخول المستشفى. قبل ما كنا نبتدي نتكلم ونتابع مع بعض القافله المحترمه الخارجه من الاراضي المصريه لدعم اهلنا في غزه، كنا ابتدينا نتكلم انا وحضرتك عن ان احنا شايفين ان مندوب الامم المتحده لحقوق الانسان زار رفح والعريش وصدم من كم الاصابات والدمار اللي شافه من الجانب الاخر، في نفس الوقت رفض الجانب الإسرائيلي لزيارته. في نفس التوقيت أيضا تابعنا مع بعض يمكن أثناء حلقتنا النهاردة الأستاذة عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الغذاء، وهي بتقول إن حتى موظفي الأمم المتحدة بيعانوا من نقص غذائي شديد، حتى موظفي الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لا تمارس أي نوع من أنواع الضغوط حتى لحماية موظفيها. صحيح. طيب احنا هنوصل لغايه ايه؟ يعني الجميع يشعر بانه عنده نقص غذائي، لا مكان امن في غزه. كيف ترى ذلك؟ انا بس هاخد يعني ثواني اتكلم، اسمحوا لي اقول المشهد الرائع اللي احنا شفناه ده مش غريب على مصر. هي دي قوه مصر، وهي دي عظمه مصر، انها تقدم مساعدات تلتين المساعدات لوحدها، وكل العالم يقدم التلت. فدي ده جاي منين؟ جاي من المصريين اللي في ظروف يعني اقتصاديه قويه وتقيله عليهم، بيقدموا كل ده، تمام، وتلتين المساعدات بالحجم ده لصالح فلسطين. وده مش غريب على مصر، ليه؟ لانه ده على امتداد
آلاف السنين من أيام يوسف عليه السلام، وده موثق في القرآن وموثق في الكتب السماوية كلها. وهي مصر بتساعد حتى هذه اللحظة وعلى امتداد حتى يوم القيامة يعني. فمصر دايما عطاء تعطي، ودي قيم المصريين في الأساس. المساعدات دي هي قيم المصريين، ودي عظمة مصر، سبب وجود مصر في هذه الدنيا وعظمتها اللي احنا بنتفرج عليه ونشوفه دلوقتي. فده طيب. شيء مشرف. جزء من الدعم اللي بتقدمه مصر استقبال الجرحى اللي كنا لسه بتكلم انا وحضرتك فيهم. مزبوط. ان هناك جرحى وهناك مناظر يعني انسانيه شديده الصعوبه بتستقبلها. طيب. مستشفيات العريش ورفح. من المناظر الانسانيه شديده الصعوبه اللي احنا بنتفرج عليها للاسف يعني، كان برضو انتهاك لحقوق الانسان بالاسلحه المحرمه دوليا، وده جرائم حرب برضو استخدمتها اسرائيل، وهي القنابل الفسفوريه. ودي قنابل حارقه بتحرق الجلد حتى العظم، وبتسبب تشوهات بشعه للفلسطينيين يعني وللاطفال. فيعني هم لا يكتفوا فقط بتدمير بيوتهم، لا، وحرقهم. فده اشبه بهولوكوست اخر يعني. اذا كان الاسرائيليين كانوا بيتكلموا على انهم تعرضوا لهولوكوست، فده انا شايف ان ده هولوكوست غزه اللي بتقوم بيه اسرائيل نفسها، اللي بتدعي انها تعرضت لهولوكوست من الحرب العالميه الثانيه، هي بتقوم دلوقتي بهولوكوست غزه. ده تعبير نحط تحتيه خط ان احنا بنشوفه ده هولوكوست جديده، هولوكوست غزه زي ما حضرتك اشرت دلوقتي. طيب احنا دلوقتي عندنا مشكلة انسانية يوم ورا يوم او لحظة بعد لحظة بتتفاقم بتزداد، ونداءات واستغاثات من منظمات دولية. يعني الاستاذة عبير عطيف وهي المتحدث باسم البرنامج الاغذية العالمي قالت لنا على الهوا كده، قالت لنا احنا لا نملك ذراع سياسي، احنا لا نملك الا النداء الانساني والاستغاثة. لحظة عجز بتمر بها المؤسسات الدولية، وحضرتك استاذ يعني في العلاقات الدولية، لم يمر بها تاريخ هذه المنظمات حتى اللحظة. يعني كل منظمات الغذاء والحقوق الإنسان وغيره بتقدم نداءات استغاثة، والجانب الإسرائيلي لا يستمع إليها ولا يعني يقدم أي شيء لإحداث أي هدنة إنسانية. هذا الميزان المقلوب إزاي يمكن ضبطه؟ إسرائيل بتعتبر نفسها فوق قانون، فوق أي قانون، وغير ملزمة بأي قانون. من يوم ما اتولدت هذه الدولة من 1948 يعني من حوالي 75 سنة، هي بتضع نفسها فوق أي قانون وفوق أي إلزام ليها بأي شيء. اللي بتعمله هو الصحيح والصحيح فقط، وملهاش علاقة بأي قوانين، وبتحميها الولايات المتحدة الأمريكية بقوانين بأي قوانين بتطلع ضدها إنها تعمل تستخدم حق الفيتو. وبالاسلوب ده قضت على فكره يعني قيام دوله فلسطينيه حتى هذه اللحظه. فاللي احنا المشهد اللي احنا بنشوفه ان اسرائيل تشعر دائما بالموضوع ده. يكفي ان احنا بنشوف اتنين من حاملات الطائرات جايه تحمي اسرائيل وتهدد المنطقه كلها، وبتك على كلمه كلها، تهدد المنطقه كلها من اي تدخل في المعركه لصالح الفلسطينيين، اي تدخل عسكري يعني لصالح الفلسطينيين، فالولايات المتحده موجوده. فده تهديد للجميع، وان امريكا هي اللي هتضع الشروط الاسرائيليه في النهايه، او ما يحقق مصالح اسرائيل في النهايه، وفوق اي قانون وفوق اي اعتبار. كل الشكر ليك دكتور احمد ماهر ابو جبل، الباحث في العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه. اهلا بيك. العفو، شكرا فندم. بنشكر حضرتك. نروح لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه، وصباح الخير يا مصر. ضمير العالم بدأ يتحرك، مجموعة من الدول بدأت بتتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية. شفنا خبر جنوب إفريقيا ومجموعة أخرى من الدول، تصل إلى خمس دول تقدمت بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان
الأقصى، عمليات إبادة جماعية قتل فيها آلاف الفلسطينيين، وتم تدمير المستشفيات والمنشآت الصحية والبنية التحتية لقطاع غزة. احنا محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عن إعلان رئيس جنوب أفريقيا تقدم بلاده بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، ده بالإضافة لعدد من الدول يصل لخمس دول وفقا لوكالة رويترز. خلينا في فقرتنا النهاردة نرحب بالدكتور أحمد فوزي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف. أهلا وسهلا بحضرتك حضرتك. دكتور، بداية احنا شفنا تقدم عدد من الدول وعلى رأسهم جنوب أفريقيا بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، وده بيعتبر أول إجراء رسمي بالفعل ضد الاحتلال الإسرائيلي. عايزين نعرف من حضرتك قانونا نقدر نقول ان القانون الدولي في دعوة زي دي بيقول ايه؟ هو قواعد المسؤول أمام المحكمة الجنائية الدولية قواعد إجرائية تم الاتفاق عليها بموجب ميثاق روما الأساسي. الحقيقة أن العالم كله بذل مجهود خطير جدا للوصول للمحكمة دي، وكان المأمول منها أنها لا ترتبط بالشق السياسي، فعشان كده كان في ثلاث وسائل مهمة للوصول إلى التقاضي أمام المحكمة. الوسيلة الأولى كانت أن أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية تستطيع أن تتقدم بشكوى للمحكمة للمدعي العام للمحكمة، أو يحيل مجلس، وده حصل في موضوع الكونغو، أو يحيل مجلس الأمن الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وده حصل في موضوع ليبيا والسودان، أو المدعي العام نفسه للمحكمة الجنائية الدولية إذا رأى أن هناك يعني انتهاكات خطيرة للقواعد الحرب وغيره، أو قواعد ضد الإنسانية أو غيره، يستطيع أن يحرك الدعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وده حصل في قضية ميانمار. إذن هناك ثلاث وسائل مهمة للوصول إلى المحكمة. إحنا دلوقتي بصدد الوسيلة اللي هي حق كل دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية أن تتقدم بشكوى إلى المحكمة. بعد التقدم بشكوى، ودي الحقيقة برضو مسألة مهمة لازم إن إحنا ناخدها في الاعتبار، يجب على كل مجموعة الدول العربية بالكامل ومجموعة الدول الإسلامية المعنية بالمسألة أن تعد العدة لمرحلة قادمة من التحقيقات هتجريها المحكمة الدولية بعد أن تصل هذه الشكاوى إلى المدعي العام. الشكوى بتروح للمدعي العام للمحكمة، بيتحقق من جدية الشكوى، ثم يتحقق، والمفروض أنه بيعمل فريق تحقيق، بيتحقق من توصيف الجرائم اللي ارتكبت، هل هي جرائم ضد الإنسانية، هل هي جرائم حرب، هل هي جرائم إبادة جماعية، لأنهم أربع اختصاصات موضوعية أو أربع جرائم للمحكمة الجنائية الدولية: جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جرائم العدوان، ثم الجينوسايد أو اللي احنا بنسميها الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية. طب عفوا عند النقطة دي، اسمح لي في المقاطعة، أنا آسف، لأنه المرحلة دي تحتاج إلى توثيق من الجانب العربي والجانب الفلسطيني. صحيح. ونحتاج إلى جمع الوثائق والأدلة والصور. ده صحيح. والوثائق اللي بتؤكد إنه في مجازر حدث. ده صحيح. الجهد القانوني الفلسطيني والعربي في هذه المرحلة بيكون شكله ازاي؟ هو شغال على قدم وساق بصراحة. الفلسطينيين، الإخوة الفلسطينيين وغيرهم، والعالم كله بيشهد، واحنا الحمد لله دلوقتي في ظل تطور اعلامي ما بتنتقل الصورة، الحدث صوت وصورة لايف. صحيح. وكل العالم كله بيتفرج عليه، فجانب التوثيق بقى سهل جدا. لكن الإشكالية الثانية بعد التحقق من نوع الجريمة وتحقيق وإقامة فريق عمل يعني بيخصصوا المدعي العام لدراسة الموضوع ده، بيتطلب منهم ان هم ينتقلوا الى محل الاحداث او واقع الاحداث. يبقى في لجنه التحقيق تروح تنتقل، تنزل بقى غزه، تعاون اسرائيلي بقى او بتجمع معلومات وبتجمع ادله وبتجمع وثائق، اللجنه نفسها المعنيه بالامر امام وهنا بقى بتقف دوله الاحتلال حجر عصره في السماح لهذه لجان التحقيق، زي ما حضرتك يمكن التاريخ بيشهد. واحنا اقول لحضرتك مش هنروح بعيد، احنا في 2006 تم نفس الكلام ورفع الامر اعتقد من جيبوتي يمكن، او من احدى الدول العربيه المعنيه اللي هي عضو في المحكمه الجنائيه الدوليه. ما احنا هم ثلاث دول: الاردن وجزر القمر وجيبوتي. جيبوتي. ورفع الامر في 2006 واختصت لجنه وتم تحقيق لجنه بالفعل، واللجنه يعني عملت شغلها، وبرده كان متعلق بموضوع غزه، وأصدرت مذكرة، أصدر المدعي العام مذكرة بتوقيف أو بالقبض واعتقال السيبي ليفني لو حضرتك فاكر، ولما راح إيطاليا وزيرة الخارجية الإسرائيلية، كانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية لما راحت إيطاليا ما نزلتش من الطائرة لأنها كانت مهددة بالقبض عليها،
وحصل برضه في البشير في السودان في موضوع دارفور، وتم فعلا اصدار اوكامبو المدعي العام للمحكمه في الوقت ده، واصدر مذكره بالقبض عليه ومحاصرته في كل الدول الموجوده، وبالفعل يعني برضه كان اقامته محدده لهذا الامر. فالاشكاليه اللي احنا بنصطدم بيها هنا مش فقط التوثيق، ولكن السماح للجان التفتيش والتحري ولجان الفحص والبحث والكلام ده اللي هي تضع التقرير النهائي لوقوع المخالفات من عدم. هي دي الاشكاليه اللي احنا بنصطدم بيها في اجراءات المحكمه. اذا تم ده وتوصلنا فعلا ان الاحداث اللي حصلت شكلت احدى الجرائم اللي قلنا عليها، جرائم اباده جماعيه او جريمه ضد الانسانيه او جرائم الحرب، لانها بتحق على المدنيين وعلى العسكريين. والحقيقه ان ما احدثته اسرائيل في غزه طوال الفتره السابقه كان بمثابه جرائم معقده، احنا نسميها جرائم متراكبه او مركبه، يعني ارتكبت كله، ارتكبت جرائم ضد الانسانيه، ارتكبت جرائم حرب موثقه، ارتكبت جرائم نقدر نطلق عليها برضو الجينوسايد او الاباده الجماعيه، ارتكبت مجموعه سهل جدا اثباتها. بعد ما بيتم ده بيتولى الفريق، ثم بيصدر المدعي العام القبض على الشخص او المسؤول او الجندي او رئيسه او رئيس بس هناك تحقيق مستمر من 2014 وحتى الان. 2014 فتح باب التحقيق في ما يحدث في دوله فلسطين، 2021 ما حدث العدوان الكبير على غزه ومحاوله اعاده اعمارها من جانب المصري. يعني احنا بنتكلم ان هناك على مدار سنوات كبيره في بالفعل عده دعاوى محركه في المحكمه. هي صحيح بتاخد وقت كتير جدا. يعني اقول لحضرتك حتى اصل هي يعني معلش تاني، هذه المحكمة ليست فاعلة بالقدر اللازم. والحقيقة أن أنا وقت الأزمة أو وقت الحروب أنا بنفكر في الحلول وليس في شق التقاضي، لأن شق التقاضي بيأتي مرحلة لاحقة. في إجراءات كتيرة جدا، وأحيانا تصدر تحقيقات وتنتهي القبض ولا تنتهي لشيء، لأن للأسف الشديد المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها قوة عسكرية مسلحة تستطيع ان هي تنفذ بقى احكامها وتجيب الاخ اللي هو او الشخص اللي هو مطلوب القبض عليه او محاكمته. حتى لو جابته بتبقى عندي اشكاليه، لانه احيانا يكون مسؤول. يعني على فرض دلوقتي ان هي اصدرت لرئيس الوزراء الاسرائيلي او وزير الدفاع قرار بتوقيفه والقبض عليه، هل هيبقى من السهوله ومسوله امام المحكمه؟ المحكمه ليست لديها قوات مسلحه تستطيع ان هي تجبر دوله معينه على او شخص معين على المسؤول. فبيمثل امامها اما طوعيه زي ما حصل مع رادوفان كاراديتش وغيره او ميلوسوفيتش، طوعيه هو بنفسه قال والله انا عايز ابرأ اسمي وساحتي امام العالم. عند النقطه دي بس اسمح لي نتوقف عندها، نرجع نتكلم عنها. هل ممكن يجي يوم ونلاحق فيه القاده الاسرائيليين المسؤولين عن هذه المجازر، لانها جرائم يعني لا تسقط بالتقادم. نروح لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع دكتور احمد فوزي استاذ القانون الدولي وعميد كليه الحقوق. رجعنا لحضراتكم من جديد وحوارنا مستمر مع دكتور احمد فوزي استاذ القانون الدولي وعميد كليه الحقوق جامعه بني سويف اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. بنرجع مره ثانيه وفكره انه هل ممكن ياتي اليوم اللي نلاحق فيه القاده الاسرائيليين وكل من تورط في هذا الدم الفلسطيني، لانه دائما حينما تذكر هذه الجرائم اللي حضرتك ذكرتها فيما يتعلق بالاباده الجماعيه وجرائم الحرب ويعني قتل المدنيين، هي جرائم لا تسقط بالتقاضي. صحيح. وحابين نوضح الجمله دي للمشاهد، انه هيجي يوم يعني زي ما بنقول كده ويتم محاسبه من ارتكب هذه الجرائم. ده صحيح. حتى الميثاق المنشئ للمحكمه قال حاجه زي دي، فقال الفكره اللي حضرتك قلت عليها القاعده الاساسيه ان هذه الجرائم باعتبارها جرائم انتهكت وضد الاسره الدوليه بكاملها لا يمكن اسمح للتقادم ان ينهي هذا النوع من الجرائم. فاي مهما مرت عليه سنوات سيظل هذه الجرائم، وده مهم عشان توثيقه مهم عشان الجزئيه دي، ستظل هذه الجرائم لا تخضع ابدا لقاعده التقادم تحت اي بند من البنود. حتى سمح للدوله اللي هي تنضم للمحكمه ان هي ترجع لتطلب شكوى ضد الجرائم اللي ارتكبت قدامها او قدام غيرها من الدول قبل فتره انضمامها. فاذا خد بقاعده مهمه جدا مش موجوده في العلاقاتنا، ان المحكمه تلزم بس الدول بعد الانضمام لها، لا
الدولة اللي انضمت للمحكمة يجوز لها تتقدم بشكوى على وقائع وجرائم سابقة على التحاقها وعلى انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن الإشكالية فيما يتعلق بالقادة، يعني دايما نقول إيه، أن أنا عندي نص صحيح وصريح في الميثاق ومعمول بيها من المحكمة وبيقول أني مفيش حصانة يعني الرئيس والمرؤوس يخضع للمحكمة الجنائية الدولية. يعني ما لو أي قائد مهما علت رتبته عسكري أو حتى غير عسكري كان متهم في هذا النوع من الجرائم أو يعني له يد في مثل هذا النوع من الجرائم يحاكم أمام المحكمة. فإذن الحصانة الموضوعية ليس لأي حد حصانة أمام المحكمة الجنائية. لكن الإشكالية في الحصانة الإجرائية، هل يمكن أن أنا أجيبه أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أرغمه على الحضور أو حتى أجيبه بأي وسيلة من الوسائل؟ طبعا استحالة أن حضرتك نجيب القادة العسكريين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية بضغط من مجلس الأمن، لأن أنت عارف حضرتك الفيتو أمريكا والتدخل في مجلس الأمن، المسألة دي شبه مستحيلة، ولذلك أنا لا أعول عليها أبدا في التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المسؤول أمامها. لكن هل ممكن طوعية واختيارا أن هو يدخل أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ الحقيقة دي مسألة من الصعوبة، لأن رئيس المؤسسة هنا أو وزير الدفاع أو رئيس مجلس الوزراء بيبقى جزء من سيادة الدولة، فالطلب مسؤوله هنا بيمس الدولة اللي هو كان موجود فيها. فإبان فترة تولي لحكمه ضرب من ضروب المستحيل أو أثناء وجوده في السلطة، لكن ممكن بعد في فترة لاحقة، يعني ممكن بعد أن تنتهي فترة عمله في السلطة طوعية واختيارا يقدم. لأن أنا عندي برضو معلش إشكالية صغيرة أحب أن أنا يعني أقولها، هي أن إسرائيل وأمريكا بذلت جهود يعني كبيرة جدا من سنة 92 للوصول إلى ميثاق روما الأساسي سنة 98، وجيشت العالم كله أن المحكمة الجنائية الدولية دي حلم للدول الفقيرة والضعيفة والشعوب المهضوم حقها وغيره، وبالفعل بذلت جهود مهولة جدا للوصول. بعد التوقيع ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على ميثاق روما، بعد قبل ما يدخل التصديق حيز النفاذ بيوم سحبوا توقيعهم الاثنين مع بعض، أمريكا وإسرائيل، بعد العالم كله ما كان وقع وصدق على، بل بالعكس ما اكتفوش بكده، عملوا اتفاقيات لحماية جنودهم وعساكرهم وقيادتهم لدى الدول اللي هم موجودين فيها لحمايتهم عشان يحموهم من المسؤول أمام المحكمة الجنائية الدولية. ففكرة المسؤول أمام المحكمة الجنائية الدولية أنا شخصيا يعني شايف إن هي يعني مش هتوصل لحاجة تشفي غليل الشعوب أو ما إلى ذلك. هي مرحلة تقاضي بتتم بعد كده، لكن أنا لا أعول عليها كثيرا كأستاذ القانون الدولي ومتابع للأحداث. أنا مؤمن تماما بأن أنا أدور لحل هذه القضية على أن تتبع جميع الدول العربية الثوابت المصرية اللي بتقول أن احنا نجزر الشعب الفلسطيني في أرضه. صحيح. الشعب الفلسطيني نفسه مقتنع أن ما حدث في 48 وعرب الشتات وغيره وغيره وما نالوه من لن يعيد أبدا، لن يعيد هذه التجربة أبدا مرة أخرى ولا نكبة. فقطاع غزة أهل غزة نفسهم متمسكين تماما ومتجذرين، وإحنا شايفين قد إيه صلابتهم في رد الفعل. فإحنا مع الثوابت المصرية، كان معنا حضرتك اتفاقيات جنيف نفسها بتؤكد على أن المحتل يجب عليه ألا يهجر، التزام لزمات اتفاقيات جنيف ألا يهجر الناس اللي هم أصحاب الأراضي المحتلة إلى أي مكان آخر باستثناء حالة واحدة اللي هي بتمارسها إسرائيل دلوقتي، بس طبعا بتمارسها بشروط غير الشروط اللي موجودة، إنه هو يقدر يهجرهم إذا كانت في ظروف إنسانية تستدعي تهجيرهم من مكان إلى مكان حماية لهم من الجانب الأمني، وألا تكون هي التي فعلت هذه الظروف وأن تعيدهم إلى مكانهم مرة تانية بعد انتهاء الأزمة، ثم أن تضمن لهم في أماكن التهجير الإقامة والحياة والمأكل والمشرب وغيره، ثم القيد رقم 5 أو 6 أن هي تحافظ على الأسرة، يعني هتهجر أسرة من الشمال إلى الجنوب لدواعي عسكرية، يجب أن تحافظ على الأسرة، يجب أن تضمن للشماليين في الجنوب المأكل والمشرب والمأوى، يجب أن تعيدهم إلى الشمال مرة
أخرى بعد انتهاء هذه الفترة. وطبعا ما ننساش الشق الاقتصادي صحيح. المعني بالمسألة من الأساس يعني أكيد. يعني الهدف مطلوب أن شمال غزة يبقى مهجر وأمام المعبر بقى اللي عايزين يعملوه يعني. كل الشكر لك دكتور أحمد فوزي عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف، نورتنا. شكرا جزيلا. كل الشكر لك يا منة، وكل الشكر لحضراتكم مشاهدينا. وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من صباح الخير يا مصر. استنونا بكرة وحلقة جديدة زي ما تعودنا دايما من 7 ل 10 كل يوم. وصباح الخير يا مصر.